السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أتكلم معكم اليوم عن المبيد رقم واحد وأول مبيد لازم نستخدمه وعضوي 100% ومتوفر لنا كلنا، اللي هو الرش بالماء. مثل ما أنتم تدرون مر علينا كذا يوم من الجو المغبر ورياح مغبرة يومين ثلاثة، فالحديقة كلها مغبرة والنباتات عليها طبقة غبار. شنو المشكلة في هذه الغبار؟ هذه الغبار نفسه يولد بيئة للعناكب والحشرات ان تتكاثر فيها، بالذات العناكب. العناكب راح تتكاثر بشكل سريع في الغبار والبيئة المغبرة في النباتات، بالذات مثلا عندي الحمضيات وهذه، بس عموما النباتات راح تواجه مشكلة اذا تركناها بالغبار. فالحل جدا بسيط، فان احنا لازم نرش نباتاتنا بالماء، نغسلها من الغبار، يكون في شوي ضغط ان نرش النباتات على أساس نتخلص من هذه الغبار، وإذا في أي حشرات راح يغسلها الماء قبل لا تبتدي تنتشر والتكاثر بشكل إن إحنا نحتاج نستخدم مبيد حشري. وبهذا الشكل نكون غسلنا النباتات عندنا وتخلصنا من الغبار والعناكب. طبعا في الوضع الطبيعي يفضل ان مرة كل اسبوع او مرة بالكثير كل اسبوعين نرش حديقتنا بالماء على اساس نتخلص من هذه الغبار والحشرات اذا كانت موجودة قبل ان نبتدي نستعمل المبيد، وهذه راح يقلل لي من الحاجة لاستخدام المبيدات والاصابات عندي في الحديقة. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو البسيط ولكن مهم جدا أن نطبق هذا الشيء في الحديقة، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.